فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل وزوجته يقول: ذكرتم حفظكم الله بالأمس أنه يجوز للمرأة الكلام مع الرجال، فهل هذا على إطلاقه؟ يقول: لأن زوجتي الكلام الذي ليس فيه فتنة، ما هو على إطلاقه، ليس فيه فتنة وللحاجة، بشرطين: أن يكون للحاجة المفاهمة ولا يكون فيه فتنة، يجوز هذا للحاجة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.